بكم البنات، كي صبحتوا بخير. اليوم جيت نشارك معكم جديد غادي يعجبكم، وجيت نشارك حتى جليلبة. ها هي تويبات عند المحل اللي كنت وريتكم، تويبات ديال 20 درهم 30 درهم، وها هما خيطتهم 150 درهم وجاو زويونين ورائعين. ما بقاتش في اننا ناخذ شي حاجه اللي غاليه وكثيره على المستطاع ديالنا، بقات اننا نتولوا الحاجه ونقادوها. ها نتوما جليلبة ديال 150 درهم، وشوفوا الشكل غزال، الخياطه ديال 150 درهم والتويب ديال 20 درهم ورائع بزاف. في صندوق الوصف غتلقاو المحل اللي باقي ما شافوش، لانه فعلا محل يستحق وشي حاجه اللي روعه. غتلقاو النمره ديال الخياطه اللي تتخيط بثمن اللي جد مناسب. ها نتوما الثمن اللي معقول ومناسب، واخترعوا شي ديزاين زوين، اخترعوا شي حاجه زوينه، وتويبات لي كوطون 100% وغادي يجيونا رائعين. الله يحفظكم يا ربي وخليكم معايا. انا غادي نوريكم الجديد ديالنا ديال فاس ديال المغرب، شي حاجه اللي غزاله، والجديد ديال اكسيون وكل شيء ان شاء الله. الله يحفظكم من البنات. بغيت نبدا لكم بالسلعه الزوينه الغزاله اللي جبتوها تعجبكم ان شاء الله. تنشكرها حيت بصح عجباني وشي حاجه اللي روعه. مهم زليفات ديال 5 ديغاما وما حاضرين الناس اللي ما لقاوهمش داك النهار، وهادو لي بلاطو ديال 100 درهم. هاد المبخرات هادو شحال زويونين هكذا، دي بورت بوجي ديال 25 ديغام الصغيره 30 ديغام الكبيره. وها نتوما شوفوا هادو ديال 100 درهم هكذا، انتوما شوفوا شحال فنين. 100 درهم راه شي حاجه غزاله، تحطوا فيها حليوه للعيد، شي حاجه زويونه غادي عجبكم. وها نتوما شوفوا بحال هادو، راه دابا دايرين لا طوندونس تيديروا فيهم التيرفيس ديالنا. هذا انا عزيز عليا اللوان الاخرين، راه ما فين مخبياهم، وهذا حاطاه حيت بصح تيعجبني هذا اللون، تنعشق هذا اللون هكذا داير، تيجي اوريجينال وزويون وتيجي نقيقي في الحطه. المعلقات ديال طاتش ها هما موجودين، دايرين 230 درهم، سيرفيس راه داير 350 درهم النص، وداير وكاين ديال 700 درهم زعما الباك كله. مهم شوفوا معايا، شوفوا هادو 250 درهم، شوفوا شحال فنين. كاينين بحال هكذا، هادو 110 دراهم، شوفوا شحال واعرين، 110 درهم. والله ما غتلقاوهم البنات بهذا الثمن اطلاقا، لانهم بصح شي حاجه اللي همه. وهذا هاد الكاليتي، هذا هاد النحاس راه شي حاجه غزاله وديال فاس. هانتوما شوفوا بحال هادو، الكبيره ديالهم 130 درهم، غزالين، ثمن بجد مناسب، وما كاينش ما كاينش هاد الثمن في السوق والله العظيم. هاد السيد جابهم لي بثمن جد مناسب، وقلت علاش لا ما نحطهمش حتى انا بثمن زوين. وانتم شوفوا شكيل شحال جا غزال، شي في الكوان ولا في شي بليصه تيجي غزال. شوفوا بحال هادو شحال زويونين، دايرين 200 درهم. وهانتوما هما لي تيرمو دايرين 149 درهم بجوجهم، البلاطو داير 100 درهم، هانتوما كبير زويون 100 درهم. هادو 6 مع 6 ديال الطبيصلات دايرين 75 درهم، 6 مع 6 ديال الطبيصلات دايرين 75 درهم، ثمنهم جد مناسب. شوفوا ليا هادشي شحال غزال، هانتوما 15 درهم، شي حاجه اللي غزاله ديروا فيها الفاكهه في العيد، ديروا فيها تميرات معمرين، ديروا في هذه بحال هكذا الفاكهه، وديروا في هذه شوكولا، ولا هنا شوكولا وهنايا تميرات على حسب اللي بغيتو. 15 درهم، عقلوا معايا الثمن زوين. وكاينين الكبار ديالهم ب 20 درهم، الطاي الصغيره ب 15، الكبار ب 20 درهم. وكاين بحال هكذا، هادو زويونين 159 درهم، شي حاجه اللي غزاله ومتينه. هانتوما العود زويونين، هادو 230 درهم الكاج، انا ما تنتخطا زعما ما تنخطاونيش. هادو المعلقات راني جبتهم ديال 5 ديغام، ها هما موجودين. شنو اخر، هاد المعلقات ديال 219 درهم، ها هما كاينين معايا. هادو عاود هاد الطبيصلات هادو 159 درهم بجوجهم البنات، بجوجهم. وشوفوا معايا هادشي، شوفوا هادشي شحال رائع وزويون، غادي يعجبكم ان شاء الله. المبخرات ديال 169 160 درهم 120 درهم، شوفوا هادي ب 99 درهم، بورت بوجي غزاله وتتحمق تتجي زوينه بزاف. كاينه هادي حتى هي 120 درهم، كاينه في هذاك اللون وفي الابيض. على حساب كل واحد اللي بغى شي حاجه رخيصه، كاين الحمد لله كاين الاثمنه، كاين 30 درهم 80 درهم 60 درهم، هانتوما 20 درهم، كاين ما يدار، اللهم لك الحمد. كاين شي حويجات اللي رخيصين، هانتوما مثلا هادو ديال الكافي ب 75 درهم، الا قسمتوهم غتلقاوها 5 دراهم الكاس كاع مثلا، و5 دراهم للطبسيل ما كاملاش. شي حاجه اللي غزاله راه كاين الرخا، وكاين الحاجه اللي تستاهل. مثلا البرارد دايرين الثمن حيت يستاهل،
تستاهلوا حيت شي حاجه هميه وشي حاجه ديال النخوه. هادو 130 درهم 110 درهم شي حاجه اللي واعره بزاف وما دايراش. المعالق راه ما تيخسروش شي حاجه اللي غزاله، وطاطش راه معروفه ماركه زوينه معروفه، هاد المبيخرات شي حاجه اللي غزاله، وهادشي ديال سانك دي. وجبنا واحد الكويسات اللي زويونين بخمسة دراهم، شكيلاتهم رائعين، كاينين في هذا اللوين هذا كيف ما كاينين في هذا اللون هذا البلوسيال، ها نتوما كاينين في هذاك اللون وكاينين في هذا اللوين هذا، تيجيو زويونين. جبت بحال هذا الطبيصلات هادو، هذا الجديد الجديد البنات، شوفوا الطبيصلات شحال غزالين، 10 دراهم شي حاجه اللي زويونه بزاف وموديرن، هادو 10 دراهم. وكاين الشكل الاخر ديالهم انا نوريهم لكم، ها هما حتى هما ب 10 دراهم. هاد الشكيل هذا اللي بحال هكذا تيجي غزال وتيجي موديل زويون بحال هكذا بحال شي فلوغ، وتيجي ب 10 دراهم، شكيلاتهم زويونين بزاف. وجبنا المريشات، شوفوا تبارك الله شوفوا شحال غزالين هادشي، هانتوما موديل فن المريشات دايرين 99 درهم. وهانتوما شوفوا الشكيلات ديال هادو 50 درهم، كاينين ديال 60 درهم، هانتوما شوفوا هاد هاد البيضه هادي راه نتوما تيحتي حلوها بحال هكذا ودير فيها صرغينه ولا دير فيها بورت بوجي ولا دير فيها اللي على حسب كل واحد وفاش غادي يوظفها، تتجي موديل زوين وشكيلها رائع بزاف. هانتوما هاد البلاطو هذا هادي بعدا ب 40 درهم كيف ما قلت لكم، والبلاطو ها هو شوفوا شحال غزال كريستال وزويون متقون ومخدوم، هانتوما فيهم هاد الزجاجات هادو، هذا داير 100 درهم، 30 درهم هادي اللي فيه، 59 درهم هادي، وها هي تتعمرو بالطريقة اللي بغيتي، غير بهادو جوج صافي راه تيجيو سيفيزون، ولا دير بحال هكا ودير فيها صرغينة ولا بورت بوجي، ولا زعما هذا شميعة نيت تحطها فوق منها وتتجي غزالة. هادي شوفوا الشكيل ديالها شحال زويونة ورائعة، هانتوما ها هي محلونا الشكل ديالها بزاف، و 99 درهم فريمون شي حاجه اللي غزاله. بالنسبه للمبيخرات كاين لوشوا، كاينين ديال 100 درهم، كاين ديال 120، كاين ديال 160 درهم، اغلى حاجه 179 درهم، زعما ما كاينش شي حاجه اللي غاليه. وشوفوا معايا هادو شوفوا شحال زويونين هاد الوريضات، شوفوا هاد لي كاج هادو شحال غزالين، هاد لي كاج راه فنين، دخلتهم ديال 200 درهم وديال 250 درهم على حساب اللي بغيتو، شوفوا هادو شحال زويونين. هانتوما هادو 4 190 درهم، تيجيو رائعين وتيجيو في الحطه زويونين. هانتوما هاد الطبيصلات ثلاثة سمحوا لي ماشي 4 ثلاثة 190 درهم فنين. هادي ها هي 270 درهم ديال الهلال، هادشي راه ثمنو باين في السوق، راه ماشي شي حاجه اللي غاليه بزاف، ولكن شي حاجه اللي هميه وباينه، كاين الحاجه اللي رخيصه وكاين شي حاجه اللي بحال دابا هادو راه بقاو عيب 220 درهم كاملين بثلاثه. كاين بحال هكذا ديال 10 درهم، كاين 59 درهم لي بلاطو، ها هما لي بلاطو الشكالات فيهم 59 درهم. كاين بحال هكذا الفريرقات هانتوما ديال العود، شوفوا شحال زوينين هادو ديال 120 درهم، الكيسان ديال 70 درهم. مهم كاين تبارك الله لو شوا، هاد لي بلاطو هادو تيجيو غزالين وهميين، تحطوا فيهم هانتوما البنات بحال هكذا، تعمروهم باللي بغيتو. الا عندكم مبيخرة هانتوما مثلا هاد المبيخرات هادو ديال 60 درهم تيجيو فيهم فنين وتيجيو رائعين، تحطوهم فيها ويجيو غزالين. هانتوما بحال هكذا شوفوا انا درت ليهم المريشه وهذه سالوا لي المبيخرات، وراه دوما يجيوني ان شاء الله. هانتوما بحال هكذا هذه ب 6 ديال الزليفات ديالها 219 درهم، زعما شي حاجه اللي غزاله وما غاليهش. والله يحفظكم يا ربي البنات، الله يكبر بيكم. شوفوا معايا هانتوما راني بدلت كل شيء، عوضت كل شيء عاود، هادو ديال 200 درهم ها هما موجودين، وهذا الشيء هانتوما راه داكشي غزال وزويون. 100 درهم الفراقات كلهم اللي عندي هنا في المحل 100 درهم، زعما شي حاجه اللي غزاله وغادي تعجبكم ان شاء الله. هانتوما الطبيصلات هكذا 6 طباصل مع طبسيل كبير 100 درهم، الفراقه 100 درهم، اي فراقات هنايا ب 100 درهم، 6 طباصل وطبسيل كبير ب 100 درهم، شي حاجه اللي زويونه. وشوفوا معايا شوفوا لي هذا الشيء، شوفوا لي الروعه، ها هما الكويسات الفنين والصوينيات زويونين، الصينيات بجوج ب 250 درهم، الكيسان معروفين الثمن ديالهم، راه واخا تزاد والله ما زدت فيهم، هاد النوبه هادي تزادتني فيهم 20 درهم من مشيت نكوموندي، قال لك لا رمضان تزادت الحاجه، وخليتهم بثمنهم باش ما نتحاشمش معاكم، ونبقاو ان شاء الله ديما ديما فلا طوندونس، ديما حاطين شي حويجات اللي زويونين. شوفوا معايا هادو 130 درهم، واعره بزاف وغزاله، هانتوما شوفوا الشكيل ديالهم كيف داير، زعما شكيلها زوين بزاف، حتى الكاليتي ديالها انا زعما ضامنها لكم، هادشي غزال، هادشي ديجا عندي وراني عارفه خدمت.
هانتوما البنات ها هما، شوفوا الشكيل ديالهم كيف عامل، وشوفوا تبارك الله كيف دايرين. شي حاجه اللي غزالين، راه ما تيبقاوش محصورين غير على اتاي ولا سكر ولا دود، ولا هادو راه ديال الحلوه، ديال شي حاجه ديال بحال هكا الفاكهه، التمر، شي حاجه اللي غزاله، راه داك الشيء تيبان، تيبان الموديرن بزاف. وهذه فريمون الثمن ديالها والله ما كاين في السوق، ما تلقاوش 130 درهم، شي حاجه اللي غزاله وزويونين، غيعجبوكم ان شاء الله البنات. وشي حاجه اللي جايباها وانا فرحانه بانني نشاركها معكم، فيها اصالات بلادنا وفيها تراثنا اللي غزال، اللي تنتشرفوا به، تنشرفوا لكوننا مغربيه تبارك الله. وعندنا ما يتحط، وعندنا ما يتقال، عندنا ما يتحط تبارك الله في الاواني وفي الصنعه ديالنا التقليديه، وعندنا ما يتقال في تبارك الله في الطياب ديالنا، كيفاش غنحطوا هاد الطويبلات وكيفاش نعمروهم. صلاه عمي على العيالات المغربيات الله يحفظهم يا ربي. انا راه تنغطي هاد البريردات على وديت الغبره، حيت هنايا كاين لي طرافو حدايا، داكشي علاش ديما الغبره عندي، داكشي علاش تنغطيهم. اما هما راه شي حاجه غزاله وصنع مزيان، زعما هاد التعاونيه اللي انا ناخذ من عندهم فريمون شي حاجه اللي الحمد لله ما تتحشمش، شي حاجه اللي غزاله وهمه. والله يكبر بكم بنات الخير، ورمضان كريم، والله يدخل علينا هاد العواشر بالصحه والسلامه يا ربي، لا يضر فينا شي واحد. وهانتوما هادشي ديال 100 درهم راه كاين، وديال 30 درهم كاين، وديال 5 درهم كاين. شوفوا البريردات البنات، شوفوا ما شاء الله شحال زويونين، ديال بالصح واحد البريردات فنين، غادي يعجبوكم. لا هادو لا هادو، الكبير ب 300 درهم، اللي من موراه 270 250 200، فنين ما تيخسروش وما تيتصداوش وما عمرهم ما يخسروا لكم. شي حاجه اللي غزاله ديال الجمعيه، ما تخافوش منهم، ما هادو ديال التعاونيه، ما فضه زعما داكشي مدروس، ما تخسروا ما غيخسروش ان شاء الله. وشي حاجه اللي غزاله زعما مضمونه مضمونه، ها نتوما كيف ما تنقول لكم دائما عليها، هاد التعاونيه الاحباب ديما تنبيع معاهم معمر، الحمد لله ما تحشمت، اللهم لك الحمد. شوفوا هاد الشكيل عاود هذا كيف داير، وها هما الكويسات المتتبعات اللي تيقولوا لي تجيبي غير الدوغي. انا دخلت لكم الارجونتي، ها هو 200 درهم باكي، فيه 4 فيه 12 فيه 12 البياسه ب 200 درهم. ها هما هادو ديال البلاطويات، ها هما دخلتهم في الارجونتي كيف ما راه كاينين تما في الدوغي، ها هما الصغير الكبير والمويان. لي بلاطو كيف ما قلنا 230 درهم، 230 درهم هذاك، وهذا 170 درهم. ها نتوما ها هما، شوفوا بلاطويات اللي زعما هما وشي حاجه غزاله، هاد البلاطو والبرارد شي حاجه اللي زعما مجربه ان شاء الله ما غاديش تحشمنا، شي حاجه زوينه. وهادو خلاص راه هما ديال اكسيون، ها هما هما راه جاو، دايره ليهم 150 درهم، غزالين وبسداده ديال الزاج، زويونين، تحطوا فيهم اللي حطيتو تيبانو شي حاجه اللي هما وزويونه. ايوا الله يكبر بيكم، والله يدخل علينا هاد رمضان بالصحه والسلامه يا ربي، ندوزوه ان شاء الله على خير وبخير. شوفوا البنات هادو، شوفوا هاد لي بورت بوجي شحال ما شاء الله زوينين، ما شاء الله بزاف. هادو ثلاثه دايرين ثمن ديال 320 درهم، شي حاجه اللي زويونه بزاف وغادي تعجبكم ما شاء الله. انتما غزالين، راه تلقاوهم عند كل شيء دايرين ب 400 درهم. درت ليهم هاد الثمن علاش؟ حيت بغيتكم ديروهم في ديوركم، شي حاجه كلاس زويونه وفنه، المهم منظر غزال. شوفوا ليا البلون كيف داير، هانتوما الشكيل ديالو، وهانتوما شوفوا الارجونتي كيف عامل، زوين ما شاء الله بزاف. شوفوا النواغ والضوغي كيف جا زويون تبارك الله بزاف، شي حاجه اللي غزاله وثمنها مناسب تبارك الله. هادو البنات اللي بغيت نشارك معكم، ها هما ديال الكيسان ديال الماء ديال المناضه ديال اتاي، ها هما هما الصغارين ديال اتاي هما هادو، وها هما الكبار ديالهم راه جاو. وتحطوا شي حاجه اسورتي، شي حاجه اللي زوينه وشي حاجه اللي موديرن بزاف. وهاد لي بلاطو هادو راه فريمون شي حاجه اللي كلاس زوينه، تستعمل الحلوه كيف ما تحطوا فيها بحال هكذا ديكور، وها هي تتبقى زوينه. والله يكبر بكم بنات الخير، الله يحفظكم يا ربي. انا فرحت اليوم بانني دخلت الصناعه ديال بلادي، دخلت اصاله ديال بلادي، ودخلت شي حاجه اللي غزاله، تعاملت مع الناس ديال فاس، ودخلوا لي شي سليعه اللي فنه والله العلي العظيم. هادو ثمنهم جد مناسب، مازال هادوك راه دايرين الثمن لانهم فيهم الخدمه ومصنوعين وتقالين، ومن تجيو ان شاء الله راه غادي تشوفوا كل شيء بعينيكم وغادي يعجبكم الحل. الله يكبر بكم. وها هو المحل ديال 5 دراهم غادي ان شاء الله، وغادي وتيجددوا 5 دراهم ما تتنساش، كاينه اللي قلب على شي حاجه رخيصه كاينه، واللي قلب على شي حاجه مويه كاينه.
السلام عليكم بنات الخير. شوفوا جليلبه كيف جات غزاله ما شاء الله. هذه اللي صيبات الينزها دابا. المهم هانتوما شوفوا الشكيل وشوفوا الخديمه كيف دايره تبارك الله عليها. صيبتها غزاله بالثوب بكلشي، راه ثمن مناسب. شوفوا البلو ديالها هي هذه، هانتوما هي هذا الشكيل ديال البلو، جا رائع. وانا غادي نلبسو لكم وتشوفوا الموديل كثر. هانتوما ها هو الاوبيرجين ديالهم، وكاينين لوينات زويونين. مهم انا الموديلات اللي اختاريته اللي عجبني هما هاد الشكل هذا، اختاريتهم على الذوق ديالي. وشكيل بحال هكذا هانتوما، وتيطلعوا رخيصين كلهم منبتين، تيطلعوا رخاصين.